وهذه السلالة أيضا المفضلة، وهذا التواجد الجميل من الشعارات التي تبعثرت على أرضية هذا الميدان. أيضا نبدأ وإياكم النداء مع الخمسة المراكز المتقدمة، كي أرى توك من تتواجد على الصدارة، المملوكة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، حمد بن عبد الهادي بن هليل بعملية التضمير. المركز الثاني تتواجد الفدا المملوكة لفهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، والنقلة إلى ثالث المراكز تتواجد حيلة على المركز الثالث، زيد بن أحمد بن زيد الشريف يقدم لنا حيلة مع المركز الثالث، محمد بن أحمد المطري رابع المراكز، تواجد من قبل صحراء لمهنا بن محمد بن ضابط آل ضابط الدوسري، والمركز الخامس تتواجد بهذه اللحظات بلشة لعلي بن زيد الانديلة المري. هذا هو النداء للخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في هذا الشوط، ولكن أعود وأتحول إلى أول المراكز وإلى تواجد الخدوم من قبل الفدا فهد بن سيف أبو سعيد الخيرين، وعاد على المركز الرابع المملوك لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، حمد بن هليل بالتضمير، ولكن أعود مع الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير بتواجد هذا الجمهور الغفير الذي يشارك أيضا بتواجد هذا الشوط. حيلة على الصدارة، حيلة وما فيها حيلة، حيلة على الصدارة، حيلة على المقدمة. الشوط الأول للسودانيات يذهب بمسمى حيلة، حيلة 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 وما فيها حيلة يا الشريف. انطلقت حيلة مع الصدارة، تواصلت مع المقدمة، تواصلت مع الانطلاق، ولكن يا سلام وصلت هنالك بلشة، يا بلشتكم من بلشة. وصل من انديلة مع المركز الثاني، الفدا مع المركز الثالث، آل أبو سعيد الخيرين، ولكن أعود مع حيلة، حيلة على الصدارة، حيلة على المقدمة، الأقرب للناموس، المتوجة في هذا الشوط، المتوجة في هذا الانطلاق الجميل مع هذه اللحظات، هي الأقرب للناموس. إن لم يكن هنالك رأي وكلام آخر لدى بلشة، يا بوي بلشة وحيلة، حيلة وبلشة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللحظات الأخيرة، أمتار الناموس، أمتار الناموس، خط الفيصل ينتظر، ينتظر قدوم حيلة وأيضا بلشة، بلشة وحيلة وحيلة وبلشة. اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة، حيلة حيلة بلشة، يا سلام، حيلة 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 وأيضا بلشة قادمة، بلشة وحيلة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، ولكن يبدو بأن حيلة هي صاحبة المركز الأول والثاني. التبريكات نزفها لزيد بن أحمد بن زيد الشريف ثاني المراكز، كان الوصول من قبل ثاني المراكز بلشة لعلي بن زيد بن ديال المر المركز الثالث، كان التواجد من قبل فهد لفهد بن سيف أبو سعيد الخير المركز الرابع، كان الوصول من قبل عهد المملكة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني المركز الخامس، كان التواجد من قبل دمعة المملوكة للسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. نهني جميع الفائزين، كما نهني مالك حيلة من حصلت على أول المراكز. ننتظر لحظة وصول حيلة لخط النهاية معلنة الفوز والناموس. ثاني والتبريكات لمالك حيلة، توقيت الزمن 13 دقيقة 24 الثانية 18 الزمن الثانية. الثاني التبريكات لزيد بن أحمد بن زيد الشريف ثاني المراكز، كان الوصول من قبل بلشة، توقيت الزمن 13 دقيقة 24 ثانية 26 الزمن الثانية. الثاني التبريكات لزفة لمالك بلشة علي بن زيد بن ديل المري ثالث المراكز، كان الوصول من قبل فهد، توقيت الزمن 13 دقيقة 28 ثانية 20 الزمن الثانية. الثاني التبريكات نزفة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيرين.